اسمحي لي انام جنبك قبل ما امك تصحى. اتفضل يا بابا. انا عمري ما كنت مبسوط قد دلوقتي. انت ايه اللي صحاك يا ست انت؟ شفتي يا سارة قد ايه ابوكي مؤثر في نوم امك؟ مش قوي كده، كنت فاكراك وقعت في الحمام. وقعت؟ طب خلاص ما تبوظيش اللحظة الجميلة دي اللي بنتنا نايمة فيها. هو ده بقى الاوتيل فايف ستار واثنين ليمون وشمعدانات وهتعشينا احلى عشوة على النيل. انا ما كذبتش عليك، احنا في الجراند فعلا. استاذ حمزه، وحضرتك تعرف الجراند ده منين؟ انت اللي تعرفه منين يا توحي؟ انا اللي اعرفه منين؟ ده انا اسبوعيا عند زوز وباكل احلى سندوتشين كبده وسجق وبتحنكشني وبتحسسني على الاخر. الله الله، شكلي هحترمك يا توحي. حبيبي استاذ حمزه. عربية السنكاوتشات اللي هنتعشى فيها. تريقي دي احلى كبده وسجقتك ليها على فكره. زوز، يا اهلا يا اهلا وسهلا بنجم النجوم استاذ حمزه البسيوني ملك التلفزيون. يا اهلا وسهلا، يا اهلا بيك ونبيله زغره. فضحتيني يا وليه. فضحتك ده ايه؟ ما انت بتظهر على الفضائيات والنعسات والاوروبي، فاكر الاوروبي؟ اتفضلوا اتفضلوا. تخيلوا انا لما اظهر في الاوروبي بالسن. يا اهلا وسهلا، نورتونا. ازيك يا زوز؟ الحمد لله. ازيك يا مضروبه؟ مضروبين انا؟ اه فرحانه بيك. اه يعني ارد اقول ايه؟ ميرسي. ميرسي يا زوزو قوي. العفو يا حبيبتي. تيحه، ازيك يا تيحه؟ ازيك انت يا زوز؟ لو انت تعرف النجم بتاعنا؟ اه طبعا. فتحي شغال معايا يا زوزو. وماله، الشغل مش عيب. زين، يا نهار السوح، وشك مصفر كده ليه؟ بقى عامل زي اللقمه البايته، انت ما بتاكلش ولا ايه؟ ايوه زوزو، بصراحه الاستاذ مشردني ومجوعني. انا يمكن مشردك ده حقيقي، انت ما كذبتش. بس انا مجوعك يا واطي. امال اكل المطبخ بتاعي كله بيروح فين؟ القطه بتاكله؟ ولا البرنامج؟ ده كل الاكل كله بتاع مختار. يا ابن اللذينه، هو انت اللي اكلت الاكل ده كله؟ ده القناه قلبت اليوم ده بسبب زين. ايه يا عم ده كل الحكايه لقمتين كلناهم فيه ايه؟ لقمتين؟ ده انت مسحت الاطباق كلها. الله، انت هتبص لي في لقمتي. ها انزل بالطعم الاول يا استاذ. انزل يا زوز. اما انا بقى عامله لكم فجاه حاجه كده ما تحلموش بيها. ده غير الجراند؟ ده جراند سبيشال. بس الجراند ده تحفه يا زوزو. لا اوعى بقى، اوعى ده ما اقولكش عليه. ده حاجة ما حصلتش، سبيشال سبيشال يعني. وده ايه ده بقى؟ حلاوة وعسل نحل وقشطة يا قشطة. الله، طب ما الجراند كده. لا، ده بقى بيزيد عليه قطعة بسبوسة، بتبقى دمار. حتة بسبوسة على الليلة دي؟ يلا بينا. يا ما تقوليش يا يا حيوانة. دوقي الأول وبعدين قولي رأيك. والنبي بس كلي وانت هتدعي لي. هتاكلي أحلى كبدة وسجق في مصر. لا بس انا ما باكلش كبده بره البيت. يا استاذ حمزه، ايه من مصر الجديده؟ طب وايه يعني من مصر الجديده؟ طب انا من الزمالك. شوفي، الاكل اللي هتاكليه هنا انضف من اي اكل كلتيه في احسن اوتيل. هو الاكل بالعافيه؟ ايوه بالعافيه. اتعودي تدوقي الاول بعدين تبقي تطولي.